بنحييكم واهلا وسهلا فيكم باطلاله جديده من مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. موضوعنا اليوم نحكي عنه كثير وقرانا فيه الكثير والكثير، ولكن بين لحظه وثانيه بهمنا كثير انه نلجا لاهل الخبره من خلال اختيار الحروف وتركيب الكلمات وصياغه العبارات اللي من خلالها بنعرف وين صار هذا الملف، بعيد عن اي ضغط سياسي او البعض بيقول انتخابي او لمصالح قد يبدي رايي بهذه القضيه. ضيفنا اليوم بالوقت اللي التقينا معه بمرات كثيره كان يكون دائما مستنفر لحتى يقول الحق ويعلن الحقيقه مهما كلفته من مواقف بحياته الصناعية وصولا لتوزيره كوزير للسياحة، واليوم وجوده بالقيادة اللي من خلالها نقدر نقول كل التحليلات اللي بيحكي عنها. وقت اللي قرأت له بالمركزية تحليل اتواصلت معه وقلت له معاليك بهمنا انك تكون موجود معنا لانه اللي قرأته مهم جدا وضروري يتعمم اكثر فاكثر. بنرحب سوا بمعالي وزير السياحة السابق فادي عبود، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا لك معالي الوزير. يعني بدايه اليوم وقت اللي بنحكي نحن عن الحوض الرابع، نحكي عن مرفق بيروت، عن هذا الباب يلي من خلاله نحن بنقدر نستورد ونصدر. بعرف كثير وقت اللي كنت بجمعيه الصناعيين قديش كان ملف الصناعه يعنيك، وكل يعني الموانئ بريه بحريه وغيرها كانت وجويه حتى بتعنيك. اليوم بس ينحكي عن الحوض الرابع وكل الامور يلي رافقته، شو بتعني لك كصناعي اولا وكلبناني بهمك دائما انه يكون هذا الملف بالاطر الصحيحه؟ اولا لابد من اني احكي عن الشعور الخاص دائما وقت اللي بكون بتلفزيون لبنان. يا ويلي، لانه تلفزيون لبنان بيمثل كل لبنان. ما تغيرت بعدك؟ بعد ما تغيرت لا، في شعور خاص حقيقه، وبحب دائما اكون موجود على المحطه، وكمان في وثبة جديدة شو عم نشوفها مع هالمحطة بلبنان وطبعا بكل أصقاع العالم لأنه عم تبث فضائيا. نعم، هيدي شغلة مهمة للبنان. وصرنا منطوق دايما للشيء بيوحد مش الشيء اللي بيفرق، مع احترام لكل المحطات بلبنان ما عم بقول هي بتفرق، بس هيدي مش لفريق معين، لكل لبنان، لكل لبنان، وهيدي شعور خاص. ونفوت على موضوعنا. شوف، موضوع النقل بري بحري جوي سكك ترين الى اخره هو موضوع الاساس. يعني الشريين نحن القلب الترمبة والدم الحياة، فهيدي النقل هو الشريين يلي بتوصل لبنان بالعالم. نعم، لبنان ببعضه البعض، وبالطبع المرفق في لبنان يتمتع بين هلالين بشبه احتكار، بشبه احتكار. ما في يعني اليوم اكثر من 90% من المستوردات يلي بتدخل عن طريق البحر، اكثر من 90% هي من خلال مرفق بيروت. مرفق طرابلس عنده عمل يعني تقريبا محلي، يعني اكثر شيء مصر، يمكن تركيا الى اخره، بس البواخر الاوروبيه، البواخر اللي جاي من الصين، من امريكا، مطرح ما عندنا حركه تجاريه مهمه ما عم تستعمل مرفق طرابلس. ومرفق سور مثل ما بتعرف يعني هيك له وضعيته خصوصا فروم تايم تو تايم، ممكن بيجي باخرة سيارات او غيره. فبالتالي نحن اليوم نتمتع باحتكار مثل كل الاحتكارات، وهي كثيرة من نقل، وحان الوقت انه يفهم اللبناني انه الاحتكار شر مطلق. مين ما بيع يعني، هيدي شغلة ديمقراطيات العالم تتعلمها بالمدرسة، انه الاحتكار ما بيجيب الا الشر، بيجيب الاسعار الاغلى، بيجيب الخدمة الاسوأ. وقت انت مجبور انك تتعامل مع مرفق بيروت وما عندك خيار اخر، يعني صار عندك مشكلة. نعم. لذا بعض الدراسات بتشير انه مع كل الضرائب المرتبطة بمرفق بيروت قد يكون الاغلى على الكرة الارضية. نعم، بكل العالم، لانه في عده انواع ضرائب تتوزع بمرفق بيروت. هي رح نتركها للاخر لانه انت سالت عن الحوض الرابع. شغل الشاغل. شغل الشاغل للبنانيين، الاكثريه الساحقه من اللبنانيين، وتبين لي من خلال لقاء مع سعاده المدير اللجنه المؤقته لاداره مرفق بيروت بالهيئات الاقتصاديه، على طاوله الهيئات الاقتصاديه، انه في كثير من اللبنانيين منهم عارفين حقيقة موضوع الحوض الرابع.
هل في جدوى اقتصادية لردمه أو ما في جدوى اقتصادية لردمه. وبالطبع هون أنا عم بحكي مع احترام الكل لكل القيمين على المرفأ، لا من باب الاتهامات ولا هيدي طريقتي بالكلام، ولكن احنا اللي عم نقوله انه ردم مرفأ بيروت او الحوض الرابع، ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت هو اقتراح وصلنا له بسبب سياسة خاطئة بطريقة إدارة هالمرفق العام. في خطأ، في خطأ من 25 سنة من وقت ما استلمت الدولة، ما هو كان يدار بالقطاع الخاص بموجب عقد استثمار انتهى سنة التسعين. من التسعين لليوم عم نحكي 25 سنة. ما شو اسمها اللجنة المؤقتة، المؤقت صارت دايمة، صارت 25 سنة مؤقت يعني حلو المؤقت 25 سنة. فنحن تبيننا من كل الدراسات انه لا جدوى اقتصادية ابدا، نعم، ولا يوجد حاجة لردم الحوض الرابع. نعم. كل هيدا الكلام الكبير انه نحن بدنا نفكر 20 سنة لقدام، لا بدنا نفكر 50 سنة لقدام، وبدنا يكون يعني مرفأ بيروت هو المرفأ الأساس بالمنطقة، وليس فقط كيف بالحري أنه نحن آتين إن شاء الله قريبا إلى عادة بناء سوريا وإلى نهضة بسوريا، ولازم نلعب فيها دور أساسي مرفأ بيروت، لأنه من الأحواض اللي عنده والأرصفة اللي عنده غميقة تسمح له. نعم. وكمان ما ننسى أنه مرفأ طرابلس لازم من أهله تلعب دور كتير أساسي، لأنه اليوم في سياسة كبد لمرفأ طرابلس عمرها 25 سنة كمان مقصودة لكبت مرفأ طرابلس لصالح مرفأ بيروت، لأنه اليوم مثلا عم تتهم حدا هلا، عم بتهم بقول في كبت كبت، أنا مسؤول عن كلامي. نعم. بكل بساطة أنا مستورد صناعي. نعم. بوصل طول البلاستيك على مرفأ بيروت عم بيكلفني قبل الإجراءات يلي عملت كل شيء هلا على الخط الأحمر، نعم، $60 لتخلص كل طن. نعم. أنا كنت جيبه من السعودية عن طريق المصنع عن طريق البر، كان يكلفني $7 تخلصه، هلا بيكلفني $60. طيب إذا مرفأ طرابلس إجا قال لي أنا بجيب لك هالطن بكلفك $25 $30، نعم، بعد ما تدفع ببيروت $60، هل أنا إذا كنت عاقل بتقول لا؟ بقول لا. بتقول نعم. طبعا ليش ما عم تجي بواخر من المملكة العربية السعودية على طرابلس؟ ليش؟ روح القدس. في أسباب واضحة وصريحة ما عم بتخلي بواخر تجي، والشركات العاملة على خط بيروت عم بتصرح انه نحن ما قلنا مصلحة نروح على طرابلس. وبالتالي سؤال يسأل، حتى اليوم بواقع مرفأ طرابلس على ما هو عليه بيقدر يستقبل بواخر متوسطة الحجم، ما في مشكل ابدا، ليش ما في خدمة على مرفأ طرابلس؟ مين بدنا نسأل؟ قلت لي سؤال يسأل كثير مهم. لكل الشركات يلي عم تعمل على خط بيروت ليش مش عم تعمل على خط طرابلس؟ اوكي، مش عم تعمل على خط طرابلس لانه ما لها مصلحة اقتصادية تعمل على خط طرابلس. ليه ما لها مصلحة اقتصادية؟ يمكن اذا عملت على خط طرابلس بتخسر من دورة بمرفأ بيروت، ولكن هيدا شيء إذا في بلد في رقابة على الاحتكارات هيدي لازم تكون تعتبر جريمة اقتصادية، إنه نحصر أكثر من 90% من المستندات إلى لبنان ببيروت، كيف بالحري ببلد يعاني من شبه حصار بري بسبب طبعا الأوضاع بالدول العربية. فنحن اليوم هالسياسة الخاطئة جعلت الكونتينر اللي عم نصدرها، لأنه اليوم المصدر مقاوم اقتصادي، مثل ما نحن عندنا مقاومة للعدو وعندنا مقاومة اقتصادية، هاي المقاومة الاقتصادية تختصر بالتصدير من لبنان. المستوعب الأربعين قدم تجيبه من معمل بعيد عن مرفأ بيروت شي 20 كيلومتر تحطه على متن الباخرة تتصدره، تناخد مثلا على بريطانيا اليوم بتكلف الكونتينر الأربعين قدم من مرفأ بيروت لمرفأ فيليكستون ببريطانيا شحن $500 يلي هو سعر كتير معروف، ولازم يساعد الصناعيين تصدروا أكتر باتجاه أوروبا. نعم. نفس الشيء مرسال حتى أرخص شوي روتردام
كل الاسعار 400 500 600 نعم. دولار ماكسيموم نعم. من هذا المصنع اللي بعيد عن المرفأ 20 كيلومتر على متن الباخره 1000 500 من بيروت لفيليكستون و1000 من نزعه يشوع ظهر البابور. هاي السياسيين ما كان يكون وراها كثير. اذا المرفأ وراه سياسه المرفأ او الجمارك او حركه النقل البري، هودي الناس اللي سببوا او شركات الملاحه نعم. انه يصير 1000 دولار، هودي لازم يحاكم، لازم يحاكموا بالخيانه العظمى يلي عامل اليوم مهما كانت الاسباب انه 1000 دولار تنحط الكونتينر على ظهر البابور. هيدي خيانه عظمى لاقتصاد البلد، وانا مسؤول عن كلامي، وبطلب من معالي وزير النقل وطبعا من معالي وزير الماليه ومعالي وزير الصناعه ومعالي وزير الاقتصاد يعملوا لجنه ويشوفوا كيف وصل البلد بعبقريته الغريبه العجيبه انه تكلف كونتينر تصدر بلبنان 1000 دولار. ردم الحوض الرابع منه حاجه اقتصاديه، منه عندنا اليوم نحن امكانيه على حسب، اذا بتفوت على الانترنت على صفحه مرفأ بيروت بيقول لك نحن عندنا كاباسيتي لمليون و500 الف مستوعب. مستوعب يعني مستوعب 20 قدم، مستوعب نمطي. بال2008 كان تم توقيع ما بين المرفأ وشركات او الشركه الكونسورتيوم اللي هي بتخلص او اللي هي بتخدم المستوعبات، يعني اللي هي عندها محطة المستوعبات، سمحوا لهم باستعمال حوض 14 و5، رصيف 14 و15 بالحوض الرابع، مما زاد قدرة الاستيعاب الى حوالي 1,900,000 نعم. حسب الدراسة وحسب العشر سنين الاخيرة نعم. بدون ما ناخذ بعين الاعتبار انه مرفأ طرابلس لازم يبلش بالشغل نعم، 1,900,000 كونتينر نمطية تحملنا لل 2025، يعني نحن عندنا 10 سنين اليوم، ونحن اليوم بأشد الحاجة لهالمال بدل ما نحطه بمشروع لا ردم لا جدوى اقتصادية منه نعم. نهائيا، انه نصرفه بعدة مطارح تانية. طبعا اذا بدنا نعدد وين فينا نصرفه بنضل انا وياك لبكره الصبح. معالي الوزير ولكن كثار يعني حاولوا انهم يفرقوا، ليش اخذ منحه طائفي؟ لا يعني هذا الموضوع، وليش الاجتماعات كانت عم تصير اللي بالتركي. ما عنده اللي ما عنده نعم قدره نعم انه يدافع اقتصاديا عن جدوى الاقتصاديه للردم نعم، نقل المعركه انه شو خص رجال الدين وشو خص كذا تيشوش على الناس. وليش بالتركي الاجتماعات عم بتصير؟ رح اقول لك بكل بساطه، بكركي صرح مش بس مسيحي لكل اللبنانيين، واي انسان بيعتبر حاله مظلوم، بيعتبر انه في شيء عم بيصير لخراب البلد، وفي شيء عم بيصير ما في مصلحه اقتصاديه منه، وفي شيء عم بيصير بانه اكثر من 200 مليون دولار بينقبضوا وهن ضرائب سياديه على حسب نوع البضاعه. مرفأ بيروت بسميها رسوم مرفأ، بس هيدي مرقت على الشعب اللبناني 25 سنة. الرسم بيكون على الكيلو، بيكون على المتر المكعب، مش على شو في بضاعة بقلب الكونتينر. هذا بطل رسم، هذا صار ضريبة، جمرك ضريبة سيادية جبرية. ضريبة السيادية الجبرية نعم ما بيقدر حدا حتى إلا مجلس النواب نعم. ما بيقدر حدا يقبضها إلا المالية. هاي ضريبة جبرية ما بتقدر تقبضها لجنة مؤقتة لإدارة مرفأ بيروت. هذه مخالفة قانونية دستورية. هذا الشيء صار له 25 سنة. صار له 25 سنة. أنا مش كبير ملاحظة يعني. باعت سؤال لهيئة الاستشارات والقضايا بشورى الدولة، صار له سنتين ما أجاني إجابة عليها. باعت أنا سؤال للحكومة وقت كنت وزير، وقت كنت رئيس جمعية صناعيين استعنت بمعالي الوزير اللي كان وقتها نايب وبعده نايب أكرم شايب الصديق ليودي سؤال للحكومة، استجواب للحكومة حول كيف بتقدر لجنة مؤقتة تقبض. كانت تجي الأجوبة مبهمة انه جبنا هاللجنة نحن تتكمل الإدارة كأنه بعده قطاع خاص، كأنه بعده قطاع خاص مؤقتة، وهي لجنة مؤقتة عم بتخالف الدستور،
عم تفرض ضرائب على الناس لا علاقة لها بالخدمة. طب إذا مجلس شورى ما جاوبك هلأ خليني أخذك على بكركي، يلا. لأنه هيدي قصة بكركي، عرفت كيف؟ يعني صاروا، عرفت كيف، يستعينوا بهاي الخبرية تيلهوا الناس بكركي، مش يلهوا الناس بالمخالفات الدستورية والقانونية. فنحن وقت شفنا أنه وصل الحوض الرابع للتنفيذ، لا. ورفض قاطع، يعني في بلد شغل الناس، اسم اللبنان بيقولوا منيحة واسم اللبنان بيقولوا مش منيحة. طب مين الحد الفصل بهالموضوع؟ مش مجلس الوزراء؟ كيف في حدا بيطلع بنظرية انه هي مش مجلس الوزراء؟ هذا استكمال لمرسوم، المرسوم هذاك رد بالحوض الخامس. حتى الشركة اللي عم بتنفذ اليوم هي غير الشركة، الملاكي تبعها غير الشركة، والشركة ما لها علاقة بالشركة اللي نفذت الحوض الخامس. نحن عم نزيد على حدود لبنان مثلا 100,000 متر، 150,000 متر مربع، 200,000 متر مربع، عم نزيد على حدود لبنان. هل يعقل انه هيدي تكون بلا مرسوم؟ فالذهاب الى بكركي كان من بعد زيارة لكل المسؤولين في لبنان، لكل رؤساء التكتلات والاحزاب، لطرح الموضوع من قبل لجنة فيها نقابة الشاحنات وغيرها من الناس. مزبوط. وكان الرد سلبي، وكان الجواب من مجلس الوزراء أو من دولة الرئيس انه هيدا قرار لا محفر منه ونحن بدنا نفسه. فالظالم بيظلم، المظلوم بيفتش كيف بيقدر هو يناشد. العشرين سنة اللي انا عم بقول للناس في عملية غير قانونية، قبل ما نوصل لرد من الحوض الرابع لأنه قلنا نتيجة، ما حدا كان يرد، الشورى ما رد، وأنا كنت وزير 4 سنين و6 أشهر تقريبا، و4 سنين و6 أشهر بكل جلسة احكي بموضوع مرفق بيروت، ترين وماشي ومش عاجبك ما يعجبك. فنحن رحنا على بكركي لأنه نحن بظل اليوم وضع ما في رئيس جمهورية، وبكركي عادة وقت بكون في رئيس جمهورية سيد بكركي بيحكي مع رئيس الجمهورية وبيطلب منه هذا الموضوع. شو طلب بكركي؟ انه نبحث بالموضوع بس وزراء، هل بكركي عطيت اراء فنية؟ نحن طلبنا من بكركي انه تجمعنا كأحزاب مسيحية، ودعينا كل الأحزاب التانية اللي بحب يشترك معنا تكون في بحث لبت الدعوة على الموضوع. طبعا الأحزاب، الخمس أحزاب لبت الدعوة. امبارح كان في شخص من شركة سيلهون نهار التنين عم يشرح الجدوى الاقتصادية للردم، حتى هو طلع مقتنع انه يمكن يكون في حلول اخرى غير الردم. اساسا الشركة اللي عملت دراسة الجدوى، لانه نحن عم نسأل اذا في جدوى او ما في جدوى. الشركة وقت تجد تعمل دراسة بيجي صاحب او طالب الدراسة بيعطيها ما يسمى باللغة الانجليزية شيء اسمه terms of reference، انه بيعطيه الركائز اللي على اساسها بدنا نعمل الدراسة. فمن ضمن اعطاء الركائز كانت خطا، لانه ما ذكروا انه مرفق بيروت منفعه عامه، والمنفعه العامه لها حق اوتوماتيكي انها تتقدم من الحكومه للاستملاك، وفي اراضي بقلب حرم المرفق بتخص البلديه او في مواقف موجوده، في عده حلول مش للمرفق كمرفق، مش اصحاب ملكين يعني، لا، في أرض البلدية ما بيملك المرفأ، بس المرفأ له حق مباشر إنه يستملك. له حق. لم يطالب ولم يذكر إلى شركة سيلهون إنه نحن بحاجة لأرض زيادة. لقيلنا وين فينا نعمل أراضي زيادة؟ قالوا لهم إنه لا، نحن بحاجة لأرض زيادة وما عندنا أرض، ويستحيل علينا إنه نلاقي أرض. مش صحيح. لا يستحيل على المرفأ يلاقي أرض. في أراضي بقلب المرفأ، وإذا بتطلع بجهة الشمال بتلاقي جبل العار، جبل الزبالة، برش حمود يعني، برش حمود يلي هو لا يصلح إلا ومفروض أنه ينضم إلى المرفأ. وشو هي النظرية؟ أنه في نهر بيروت، لأنه هذا نهر بيروت ونهر المسيسيبي، عرفت كيف؟ وتدعم الجسر لنقطع هذا نهر المسيسيبي، جسر بده يكلفنا 130 مليون دولار. وبالتالي يعني اذا كان في شقف صغير من المرفأ تابع لبلديه مش حمود، بطل مرفأ بيروت. صار هو النظريه، صاحب النظريه ما عم تقرا الصحف، هيدي نظريه بلشت تتداول انه مرفأ بيروت لازم يكون من ضمن حدود بلديه بيروت. يا عمي ما الجسر تنقطع، طب مطار بيروت مش كله عقاريه بيروت. هيدا كلام، هيدا كلام
ايه لا رماد بالعيون ما بيقنع حدا، ما في حاجة نهائيا. عندنا اليوم إمكانية كافية بتخدنا لعشرين لقدام، نعم للاستملاك، نعم للتفكير 50 سنة لقدام. اوعى حدا يفكر انه احنا متقوقعين ومتزمتين وما بدنا انه يكبر مرفق بيروت. بدنا مرفق بيروت يكون المرفق الاول بالمنطقة ومن المرافق الاساسية بالعالم. نعم. وبدنا مرفق بيروت ما ياخد كلفة مرفق بيروت اليوم بالمعدل كل شهر بتفوت من خلال مرفق بيروت بزيد سعره 5%، عم بتكلف اون افريج في اشياء اكثر في اشياء اقل بس بمعدل 5%. نعم. خلي يعرفوا الشعب اللبناني انه نحن اليوم اذا بنشيل الرسوم اللي هي ضرائب سياديه عم يدفعها الناس، اوعى تفكروا انه عم يدفعها المستورد، ما المستورد بده يرجع يزيد على السلعه اللي عم بجيبها. فينا نرفع التي في ل 12% اذا بنسهل ومنشيل احتكار مرفق بيروت وبنعمله مرفق تنافسي، ومنشيل بدل ما مرفق بيروت يقبض من الناس 200 مليون دولار ويصرفهم كما شاء دون رقابه، في رقابه الوزير النقل ليس الا ولا تخضع لرقابه لا ديوان المحاسبه بس الوزير. نحن عم نقول هيدي اموال سياديه لشو تروح على المرفق؟ خلى تروح هيدي الاموال السيادية، نزيد التفئة، بنشيل رسوم المرفأ، بنحط تفئة 12%، بدخلنا اكثر من رسوم المرفأ. نعم. وما بتغلى ولا سلعة. نعم. لانه نحن مش صحيح انه عندنا تفئة واحدة، عندنا تفئة متسترة باسم رسوم مرفأ. نعم. عم بتكلف كثير اكثر من انه نزيد التفئة، لانه التفئة كتاكس هي اكثر شيء عمليه وافيشنت. يعني تتلم مليون دولار تفئة بتكلفك تقريبا واحد بالالف، تتلم رسوم مرفق بتكلفك 3% اكثر، شوف الفرق. فبالتالي نحن عم نقول تعال تزيد التفئة بطريقه ما بتزيد قرش على المستهلك ولا قرش على المستهلك، ونشيل هالمصريات اللي عم بيتاخدوا من موازنة لبنان لينصرفوا على مشاريع لا جدوى اقتصادية فيها. صرنا نحن صارفين من 25 سنة لليوم، طبعا في أسرار نووية بس تقدر بحوالي $1.5 مليار، $1.5 مليار طلعوا من الموازنة. نعم. بظل دولة بتقول انه شمولية الموازنة موضوع مقدس، فهذا المال بفوت على الموازنة وبيجي مرفق بيروت بشكل مؤسسة عامة لها مدير ولها مجلس إدارة، بتقول نحن نتقدم من مجلس الوزراء بهيدا المشروع اللي نحن بدنا نعمله، ونحن مثل أي مؤسسة عامة تانية بلبنان وبنقدر نطلب تمويل، والتمويل بيجي من الموازنة. ما بنفتح جمهورية جديدة اسمها جمهورية مرفق بيروت. فبعتقد اليوم اذا حدا عنده بعد افكار انه هيدا الحل السحري وما عندنا مطرح بقى نحط الكونتينرز، اساسا نحن اذا بدنا نحمل لبنان لاقتصاد القرن ال21 ماكسيموم لازم تبقى الكونتينر يومين على المرفق. هلا اللي عم بيصير اضافة لل 5% في كلفة زيادة بسبب اعتماد الخط الاحمر لوحده. رح نتوسع فيه معالي الوزير، اسمح لي نوقف مع بريك ونرجع نتابع مع معالي الوزير فادي عبود بالحديث عن الحوض الرابع في بيروت. عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان وبإشارة المخرج سلام المعلم خليفي منتابع معكم معالي الوزير فادي عبود. الموضوع اللي عم تحكي عنه يعني عم تحكي من خلال يعني دراسة، من خلال اطلاع، من خلال خبرة، ومن خلال ملاحظات جد دقيقة. يعني دراسة الجدوى اللي حضرتك انت اشرت لها، كنا عم نحكي هلا بالبريك وقلت انه مفترض نحكي عن الثغرات والاخطاء اللي فيها. يعني طبعا. على شو استندت؟ يعني لم تلحظ مثلا دراسة الجدوى انه اذا كنا بدنا نردم، يعني نحن صار عندنا مكان صالح للردم، وعندنا نحن مئات الحفريات ببيروت وعلى الساحل اللبناني ما بيلاقوا مطرح يردموا الصخور والأتربة اللي عم بيشلوها من حفرياتهم. لا بتروح يعني في حال نحن ضروري ان نردم في دخل معين، لانه كل كاميون بيجي يردم بيدفع $50 $75 حسب حموله فوضى. يعني لا، انه هذا الموضوع ممكن كمان، يعني دراسة الجدوى لم تلحظ
انه الكمايين اللي بدها تيجي تكبر ادمياتها بهالحوض هيدا تدفع مصاري، يعني ممكن يكون في دخل ما تم لحظه. حتى دراسه الجدوى كانت 100 مليون مهمة، بعد 7-8 اشهر صارت 130 مليون. طيب كيف هي هيدي؟ يعني كيف في حدا بلبنان يقول انه من ضمن القوانين المرعية الاجراء فينا نعمل مشروع ب 130 مليون دولار بدون اجري، يعني بدون مناقصة، يعني بالتفاهم والتفاهم رضائي. فهيدا الموضوع خلينا نحن نسأل هالشعب اللبناني شو نسبة الناس بلبنان اللي بتقبل انه يصير في 130 مليون دولار رضائيا. وحتى عم اقول لك الشركة اللي هي نفذت ردم الحوض الخامس لا علاقة لها بالشركة اللي عم بقولها استمرار لعملها بالحوض الخامس. كيف ممكن زيادة مساحة لبنان رح تبطل 10452، ممكن رح تصفي 10453 كيلومتر مربع دون مرسوم؟ واذا بنطلع بال2008 للسماح باستعمال الارصفة 14 و15 طلعت على مجلس الوزراء، موضوع نسبيا سخيف، وبيظل حكومة الرئيس سنيورة راحت على مجلس الوزراء. اما ردم 130 مليون دولار لا حاجة اقتصادية له بده ينعمل دون مجلس وزراء. اليوم دراسة الجدوى فيها عدة ثغرات بقدر يعني مكتب عنا كتب. طبعا الوزير اليوم هالموضوع قرأنا بالجمهورية عنه بيقولوا انه توقف الردم غير كل المرات التوقف، يعني شو المعطيات اللي عندك وشو المعلومات؟ هل هذا التوقف هو نهائي اليوم؟ نتمنى، نحن وضحنا وجهة النظر لكل المسؤولين رأس الهرم يلي دولة الرئيس انه هيدا الموضوع فيه عليه خلاف اساسي. نعم. في جزء كبير من اللبنانيين غير مقتنعين بجدول اقتصادي. نعم. ولو كان في له جدوى اقتصادي خلي، يعني بدنا يكون في حل كامل لموضوع المرفأ. نعم. ما بيصير نحن نركب تركيبة نشيلها من لبنان تقبض ضرائب سيادية من الناس ما بتدفعها لمالية الدولة بتصرفها كما شاءت. هيدا الموضوع يعني تركيبته خطأ وتركيبته غير قانونية. إذا كان في جدوى اقتصادية خلينا نعمل مؤسسة عامة فيها مجلس إدارة، ونحن كمان عندنا مشكلة كبيرة كتير بالإدارة كتير كبيرة، إنه نحن يعني نقلنا السيستام الفرنسي يلي فيه بي دي جي بريزيدون ديريكتور جنرال، يعني هو صف رأس السلطة، هو رأس السلطة الرقابية ورأس السلطة التنفيذية. هيدا شيء يعني غريب عجيب، على هيدا فيه اعمله بشركتي الخاصه بقدر اكون انا بريزيدون وديركتور جنرال. اما بالملك العام بده يكون في مجلس اداره ومدراء. المدير العام مش لازم يكون عضو بمجلس الاداره، لانه مجلس الاداره موجود تا يراقب ويحاكم اذا صح التعبير. فبالتالي نحن عم نقترح مؤسسه عامه لاداره الموانئ بتدير مينا بيروت ومينا طرابلس ومينا سوق والموانئ اللي لازم يكون صار كمان صيدا جوني اللي هو كمان لازم يلعب دور اساسي، بده حلقه خاصه سلعات. اوكي، هيدي المؤسسه هي بتدير الموانئ من قبل الدوله اللبنانيه طبعا. لا. وفي مدراء، وهيدي المؤسسه هي اللي مفروض تقرر اذا في جدوى او عدم جدوى اقتصاديه، وإذا في علامات استفهام بيطلع الموضوع على مجلس الوزراء. طب مين كلف هذه الشركة تعمل دراسة الجدوى لهذا المشروع مع الوزراء؟ اللجنة المؤقتة. ليه مش مجلس الوزراء بياخذ قرار هو يكلف؟ مثلا. ليه؟ هو بالأساس انتبه قرار لرب الحوض الخامس كان صادر بالمجلس الوزراء. كيف فجأة إنه الحوض الخامس كان لازم بده مجلس الوزراء، بس نحن هلا عم نردم الحوض الرابع استكمالا لردم الحوض الخامس. يعني كلام مش باللغة القانونية. باللغة القانونية تجديف. باللغة القانونية تجديف. بس الأهم من هيدا كله ردم أو عدم ردم الحوض الرابع هو تفصيل بسيط. في اليوم 220-230 مليون دولار بيدخلوا من مال عم يدفعوا المواطن. كل في شيء إنسان ما بيستهلك شغلة مرأة من مرفق بيروت. كل إنسان لبناني، فإذا عم يستهلك شغلة مرأة هيدي زايد سعرها 5% لأن مرأة بهالمرفأ، 5% لأن مرأة بهالمرفأ.
مهمة. شو مهمة؟ يعني هيدا موضوع عم بنقول انه مفروض نحن هذا المال مش مطرحه خزينة مرفق بيروت، مطرحه خزينة الدولة اللبنانية. وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يصحح، ومطرح ما في عنا رسوم بيقبضوها غير الدولة اللبنانية، هيدي بقوانيننا ممنوعة وبالاتفاقات التجارية اللي نحن ماضينا ومنها مع منظمة التجارة العالمية. أحد الشروط للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو وحدة وشمولية الموازنة. المواطن اللبناني مش لازم يدفع ضريبة إلا لدولته. نحن عنا ضرائب للنقابات، وعنا ضرائب للمرافق، وعنا ضرائب لمصالح تسجيل السيارات. المرفق هو إدارة بالدولة، يعني عم يدفع المواطن لدولته. لا هون، لا ما هون النقطة التي هذه وضحتها. هو إذا كان هالمرفق هيدا هو الوسيط، أنت عم تدفع من خلال المرفق، وكل يوم عشية قبض المرفق مليون دولار بينقلهم على البنك المركزي وعلى مالية الدولة. ما عم بصير هيك؟ لا طبعا ما عم بصير هيك. هو بنحطه ب ب ب حساب خاص، يعني بمصارف تجارية. لا بمصارف تجارية ما حدا بيطلع على فوائدها ولا مين عم تروح الفوائد والى اخره. هذه اتهامات كثير كبيرة وخطيرة. اتهامات يعني كبيرة او مش اتهامات كبيرة، انا مسؤول عن كلامي وعم بحكي كلام اصبح جزء كبير من اللبنانيين بيعرفوه. وبالطبع دائما يعني من وقت ما انا اشتغلت بالحقل العام كثير من اصدقائي بيقولوا لي استاذ فادي بدك تنتبه، انت عندك مصالح وانت عندك كذا. نعم انا عندي مصالح، انا بيتي مش من ازاز، وانا عم بحكي الوقائع على ما هي عليه، وانا ما حدا يفسر كلامي كتوجه شخصي لحدا لاي انسان او لفريق، وما عندي اي اثبات انه اي انسان يعني من يلي مسؤولين بمرفق بيروت مدوا ايدهم معاذ الله على اي مال عام. انا عم بحكي بمبادئ عامه وواضح بكلامي، وعم بقول الضريبه السياديه الجبريه اول مبدا قانوني بلبنان، ما حدا في حد ضريبه الا ممثلي الشعب، وما حدا في يقبض ضريبه الا ماليه الشعب. هذا اللي عم نحكيه، وهذا مبدا بعتقد صعب على اي لبناني يقول لك انه هذا خطا. هلا في النظريات بتقول يا جماعه ما كان صار شيء لولا كان البور، عرفت كيف، وبلان بده يجيبوا مصاري تيستثمروا ويكبروا البور والى اخره. هذا كلام منه دقيق، منه دقيق ابدا. نحن اذا كان هذا الكلام دقيق ليش بده يطبق بس على البور؟ خلينا نحن نقول كل وزاره، انا كنت وزير سياحه جربت ان احط 5000 ليره اللي كنا يدفعوها رسم وبعده هذا الرسم لبناء مدينه الرياضيه، حطوا رسم 5000 ليره، بنت المدينه الرياضيه وتهدمت المدينه وتكسرت وبنت، وبعد ال 5000 قال له هذول ال 5000 تعوا تنقلهم لنحطهم للترويج للبنان، لانه موضوع كثير اساسي مهم. ايه مثل ايابه، شو مرية الموازنه على وين شمولية الموازنة بالبور يا شباب؟ أعطي مؤنة، ما هذا كان من أيام الأسبانيين والفرنسيين، أخبار وأخبار وأخبار. إذا فرجيك الأسئلة على أول سؤال بعته معالي الوزير أكرم شهيد، الجواب اللي إجا جواب يعني في من السخافة وفي من الرماد بالعيون بشكل غير طبيعي، إنه نحن اليوم عم نكمل ندير كأنه قطاع خاص. يا أخي كيف تكمل؟ حطيت لجنة مؤقتة، لجنة مؤقتة معناتها 6 اشهر، معناتها سنة لتعمل مؤسسة عامة تدير، 25 سنة منشيل دخل يفوق ال 200 مليون دولار، واللي عم يكلف الشعب اللبناني أكثر من 2% على التفاقة. بس نجي نحكي بزيادة التفاقة 1% أو 2% لتمويل السلسلة، بتقوم القيامة، بيقوموا الاتحادات وبيقوموا النقابات وبتقوم المظاهرات وبنهدد، ومنهم الفريق اللي انا بنتمي له بنهدد ب ب ب ب ب بفرط الحكومه وبالنزول الى الشارع عزيز، وتركين نسيت انه في حاجز اسمه مرفق بيروت. لا. زايد التفاقه 5% مش 2%. انا اسمح لي اشكرك معالي الوزير لهذه المعطيات اللي انا بعدك انه بعد العيد كون رجعت انت من السفر، مع الاقتصاد والصناعة والمالية والنقل رح يكون لنا متابعة حول كل الأسئلة اللي انت سألتهم، رح نسأل نحن بصوت عالي مستديرة. يا ريت، يعني كان في محاولات، يا ريت، بس يا ريت هالمحاولات بتكون بتلفزيون لبنان، بتمنى بوجود الوزراء المعنيين، بتمنى
ونبحث بهذا الموضوع بكل ليك. ما بدي ينفهم من كلام اللي حكيته انه انا ضد الاجراءات يلي عم بتصير هلا بمرفق بيروت. انا بوجه تحيه لوزير المال وبقدر، ولكن انا اللي عم اقوله انه في اساليب تاني. الرقابه السابقه واضحه، في رقابه لاحقه ممكن انها تحسن من اداء مرفق بيروت. في شيء مقدس واحد، ممنوع تبقى كونتينر فايته على لبنان او طالعه من لبنان اكثر من 48 ساعه بالمرفق. انا بدي اشكرك مره جديده ويعطيك الف عافيه، وبنقول لك اعياد مباركه وفصح مجيد. شكرا لك ولجميع اللبنانيين. شكرا لك اصدقائي، انه وقتها نرجع نلتقي معكم اول الاسبوع المقبل لكم. مش لجميع اللبنانيين والمسيحيين خاصه، ما بحب هاللغه. حلو، لجميع اللبنانيين. اذا ضم صوتي لصوت مع الوزير فادي عبود، وبنعيد كل الفريق العامل وكل اللي عم يتابعونا بلبنان وبالوطن العربي. بشكركم وبشكر متابعتكم. تنلتقي الثلاثاء المقبل. باي باي.